مديحة القيامة. أنا أفتح فمي وأتكلم وانطق بأسرار عظام. الرب ملك وجلس وحكام، المسيح صلب وقبر ثم قام، بعد أن وضعوه في المقبرة مكث مدفونا ثلاثة أيام، ثم قام وفضح كل الكفرة. المسيح صلب وقبر ثم قام، تألم ومات ودفن في القبر، وصار موضوعا فيه كالنيام، واستيقظ كالثمل من الخمر. المسيح صلب وقبر ثم قام، جاءته النسوة ومعهن الطيب إلى قبره بكل اهتمام، وازددنا في البكاء والنحيب. المسيح صلب وقبر ثم قام، حينئذ نظرنا الحجر دحرج، والحراس كانوا نيام، وملاك الرب لهن ظهار. المسيح صلب وقبر ثم قام، خطابهن من تطلبنا، الحي مع الأموات قد قام، لكن اذهبنا للرسل وقلنا. المسيح صلب وقبر ثم قام، داود النبي رتل في المزمور قائلا، قم يا رب لماذا تنام، اهلك الأعداء مع شهود الزور. المسيح صلب وقبر ثم قام، ربنا جاء وتألم وقبل عنا كل الآلام، ليجل خلاص أبينا آدم. المسيح صلب وقبر ثم قام، زمان الضلال قد انقضى
وأشرق لنا النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضى، المسيح صلب وقبر ثم قام، سيقوم الله وتتفرق جميع أعدائه من قدام، ونور الحق لنا أشرق، المسيح صلب وقبر ثم قام، شاركنا في الكاس المحتوم على سائر جنس الأنام، إذ قال الرب الآن أقوم، المسيح صلب وقبر ثم قام، صدق ما قاله في ذلك الوقت داود عن المسيح بالهام، أنا اضطجعت ونمت واستيقظت، المسيح صلب وقبر ثم قام، ضل كثيرون رغم الآيات، قم يا رب وديني الأنام، لأنك وارث الأرض والسماوات، المسيح صلب وقبر ثم قام، طأطأ الرب سما السماوات، ونزل وتجسد وتحمل الآلام، ودفن في القبر مثل الأموات، المسيح صلب وقبر ثم قام، جفز مروت جفيوت نيم بشيري نيم بابن مايس أواب بتريا سيدي كيبول فين أوش تيموس فين تيونا. ظهرت الأشياء التي خفيت من قديم الدهر والأعوام، ومواهب النعمة للبشر منيحات، المسيح صلب وقبر ثم قام، على إلى السماوات مشتملا بالبهاء، وجلس عن يمين الأب بإكرام،
لبس القدرى وتجلى بها المسيح صلب وقبر ثم قام. غفر لأبينا دم إثمه ووهب لنا وفير الإنعام وعطانا جسده ودمه. المسيح صلب وقبر ثم قام. فلتفتضح اليوم أمة اليهود حيث عاد عليهم وبال الانتقام الذي دبروه لخلقهم المعبود. المسيح صلب وقبر ثم قام. قربوا للرب يا ابناء الرب، قربوا للرب أبناء الأغنام، وخافوه لتحظوا منه بالقرب. المسيح صلب وقبر ثم قام. كسر أبواب الجحيم ونازل وخلص من كان في الظلام. خلص أبانا آدم ونسله. المسيح صلب وقبر ثم قام. لأبيه ارتفع وجلس عن اليمين وهو جليل القدر عالي المقام، وأعطى الكلمة للمؤمنين. المسيح صلب وقبر ثم قام. من في الآلهة يشبهك يا رب؟ أنشأت الخالقة بحسن نظام وبلغته الخير والآراب. المسيح صلب وقبر ثم قام. نؤمن بمن آتى وهو الآت بمجده على سحاب وغمام ليدين الأحياء والأموات. المسيح صلب وقبر ثم قام. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب الإله وهو فيه قد قام ورد الخاطئ عن الضلال ومنعه. المسيح صلب وقبر ثم قام.
ومن بعد صعوده أرسل رسل فطافوا البقاع ليهدوا الأنام ويظهروا مجده وعدل المسيح صلب وقبر ثم قام لأنه أتاهم في العليا وخصهم بالمجد مع الإكرام وحلت عليهم الألسن النارية المسيح صلب وقبر ثم قام يا ربنا أنت الكريم المعطي الذي منح تلميذه ما يرام في يوم عيد البنطيقوسطي المسيح صلب وقبر ثم قام أفيض علينا غيث البركات وجميع من في هذا المقام ومتعنا جميعا بكامل الخيرات المسيح صلب وقبر ثم قام جفز ماروت جفيوت نيم بشيري نيم بابنير